السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحت يا شيخنا. نعم. أبي رحمة الله عليه كان يعمل في العراق في سنة 81 مدة 3 سنوات، وكان أخبرني إن هو من حق الشغل كان بيفطر في رمضان. إنه إيه عفوا؟ إنه هو في الشغل كان بيفطر في رمضان. يعني بس بعد كده تاب يعني. بس ايه الكفاره يعني رحمه الله عليه اللي اقدر اعمله عشان كفاره عنه؟ والله ممكن تصوم عنه اذا كان لا يفطر تهاونا، انما يفطر نتيجه الضعف يعني العمل، صم مكانه لقول الرسول عليه السلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم، قد ورد مقيدا بالنذر في بعض الطرق: من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، لكن العموم يصلح مع مثل هذا، صم عليه.